بأجواء إبداعية تنم عن العمق الإنساني، انطلقت الدورة السابعة من مهرجان العودة السينمائي الدولي بتنظيم مشترك بين ملتقى الفيلم الفلسطيني وجامعة فلسطين وسط قطاع غزة. يحمل المهرجان شعارا معبرا انتظار العودة عودة، تجسد هذه الدورة العديد من القضايا الإنسانية الملحة، حيث يتم عرض 277 فيلما يتناول حكايات اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم بتهجيرهم من مدنهم وقراهم المحتلة من قبل العصابات الصهيونية عام 48، كما يسلط الضوء على الأمل الدائم في عودتهم إلى أرضهم. تتنوع أفلام المهرجان بين الوثائقية والروائية، وتتناول مواضيع اجتماعية متعددة تتسم بالإنسانية. يتزامن انطلاق المهرجان في 4 أماكن متوازية: جامعة فلسطين خضوري في طول كرم بالضفة الغربية، واتحاد المرأة الفلسطينية في القاهرة، وبيت الفن الفلسطيني في برلين بألمانيا. تشهد فعاليات المهرجان حضورا مميزا للطلاب والمختصين في مجال السينما والفن، إلى جانب وجوه فلسطينية بارزة من وجهاء المجتمع والمثقفين والفنانين والمخرجين. أريج الشوى حضرت المهرجان وعادت إلينا بهذا التقرير. من وحي القضايا الفلسطينية تصنع أفلام سينمائية محلية ودولية لتناقش موضوعات اللاجئين وحق العودة والانتهاكات الإسرائيلية. وفي مدينة غزة أقيم مهرجان العودة السينمائي بدورته السابعة تحت شعار انتظار العودة عودة. يعني في هذه الدورة لمهرجان العودة السينمائي الدولي الدورة السابعة، تشرفنا بوصول ومشاركة 277 مخرج من العالم من 41 دولة. معظم الأفلام كانت أفلام إنسانية وتتكلم عن العودة والشتات وقضايا فلسطين، وهناك أفلام عن المرأة والطفولة وأفلام في مختلف مجالات السينما، لأننا نعتبر أن السينما هي سلاح مهم لضحض الرواية الإسرائيلية ولإثبات الرواية الفلسطينية التي تقول أن الإنسان الفلسطيني متجذر في أرضه، وأننا لن نفرط بحبة تراب واحدة من أرض الوطن. بالنسبة لمعايير التحكيم، احنا عملنا استمارة واشتغلنا على أساسها، سواء أفلام روائية أو أفلام وثائقية، وكان عندنا كم تنفس يعني قيمنا من حيث الإخراج، من حيث الإضاءة، من حيث التصوير، من حيث الأداء التمثيلي، أفضل ممثلة مرأة، أفضل ممثل رجل، وهكذا. الفيلم اللي مشارك فيه اسمه بعنوان او هاشتاج غزة، بيحكي عن غزة، تفاصيل غزة الجميلة الحلوة اللي يمكن كثير ناس عايشين في غزة وما بيعرفوها. غزة من برا ومن جوا، من بحر، من فوق البحر، من تحت البحر. كان الفيلم يعني بسيط جدا، بيحكي عن المعاناة بس بشكل جميل، ما في أي نوع من أنواع العنف، ما في نوع أي نوع من أنواع الدم إذا بنقدر نقول. وفي نفس الوقت بتطرق فيه كمان للعودة، إنه إحنا شعب مهجر، شعب عانى الأمرين، شعب ما بقدر أقول إنه موافق على اللي هو فيه، بس منتظر إنه في يوم من الأيام أكيد رح يرجع، أكيد طبعاً. طبعا كان لابد من تسليط الضوء على مسألة التعليم للأسرى الفلسطينيين، ولا يجب فقط تسليط الضوء على المعاناة، يجب أن نقول كيف انتصر الأسرى الفلسطينيين على 4 الجدران، وكانت رسالتهم أن رسالة التحرير الأولى تكون بالعقل ومن ثم أمر الجدران أمر سهل.
نسبة المشاركة للمخرجين كبيرة جدا، ونسبة الأفلام أفلام جميلة، ومنها أفلام حصلت على عشرات الجوائز بالعالم في مهرجانات أوروبية وآسيوية وأفريقية. الحمد لله من خلال المهرجان نضع بقعة ضوء على الشارع الفلسطيني، الشارع الغزي. يعني كان في تنافس شديد، في مخرجين كانوا محبين لفلسطين تكلموا عن قضايا فلسطين من مختلف الزوايا، وكان في أفلام من مخرجين فلسطينيين نافست حتى المراحل الأخيرة وأخذت جوائز. هيك مهرجانات بتساعد أي مخرج إنه يبرز الحالة الفنية اللي موجودة داخله واللي موجودة كمان حواليه في المحيط اللي هو عايشه. المهرجانات هذه كمان بتبرز قديش احنا بنعاني، قديش احنا بأدوات بسيطة جدا ممكن نخرج بفكرة او بسيناريو يبين الحالة الفلسطينية الفنية اللي ممكن في يوم من الايام تبرز للعالم كله قديش احنا بنعاني في هيك بقعة جغرافية عايشين فيها. السينما الفلسطينية وجدت باب للطلبة الفلسطينيين في تقديم أفلامهم وعروضهم وأعمالهم الفلسطينية، في تقديرها وإعطائها الحق الكامل في للخروج إلى الضوء والحديث عن هذه القضايا الوطنية، لعل تكون رسالة الطلبة أقوى من لغة السياسيين ولغة الحرب، فكان دليل وشاهد أكبر أن السينما الفلسطينية هي أحد اللغات القوية رغم بساطتها وبساطة أدواتها في توصيل الرسالة لكافة جميع وأطياف المجتمع الفلسطيني والغربي والعربي. لما كنا